هلو ماي دير ستودنت، اهلا وسهلا بيكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث الثانوي في سيشن النهارده ان شاء الله لثالثه للبيولوجي. معاكم مسز فاطمه صرافي اكسبرت بيولوجي تيشر. احنا كنا السيشن اللي فات بدانا في الشابتر 1 وكنا بنتكلم فيها عن السبورت في بلانت، والنهارده ان شاء الله هنكمل السبورت في الهيومن. Support the human، احنا عارفين ان support the human الشيء الاساسي فيه او المين structure فيه السكيلتال سيستم. يبقى هنتكلم ان السكيلتال سيستم works on، ده بيشتغل على ايه او بيعمل ايه السكيلتال سيستم اللي هو بيدي للهيومن بادي السبورت بتاعه. لما نقول هو اول حاجه بيدي للهيومن بادي support، كمان بيعمل بروتكتن لسم اورجن سم اوف اتس اورجنز زي الانترنال اورجنز الموجوده جوه البادي، بيشارك بيعمل بارتيسيبيت في الموفمنت طبعا، لما بيبقى في اتاشد مع زي ما هنشوف طبعا ان شاء الله الماسلز والتندونز والليجمنتس بمساعده الحاجات دي كلها، هو شيء مين ستراكشر في الموفمنت في الحركه. كمان هو بيعمل بروفايدنج للهيومن وذ اتس شيب، يعني هو بيدي او مينتين الشيب الخاص بجسم الكائن الحي ده وكمان وخاصه الانسان. يبقى هنا اهميه لعب، احنا عرفنا دلوقتي هو بيعمل سبورت بيعمل بروتكشن بيعمل فيرست ستيف موفمنت وكمان بروفايد للشيب. طيب نبدا نشوف كده السكيلتال سيستم ان ماين كونتكست اوف بيتكون من ايه من السكيلتال سيستم. هل الجسم بيتكون بس من البون او من السكيلتون بتاعنا؟ اكيد لا، احنا مش ممكن نكون مجرد تونز بس او قطعه من البونز اللي هي تبقى صعبه الحركه. اولا السكيلتال سيستم او البونز بتاعنا او السكيلتون بتاعنا عباره عن سيجمنتس من البونز. السيجمنتس دي لازم تكون في حاجه معاها عشان تساعد في عمليه الموفمنت. يبقى هنعرف هو consists of ايه؟ consists of skeleton, cartilage, joints, ligaments and tendons. سكيلتون طبعا احنا عارفين اللي هو البونز من الشيء الاساسي اللي فيه الستراكشر الاساسي اللي هو البونز. الكارتليج او الغضاريف اللي هتشارك او موجوده وليها مين فانكشن طبعا في السبورت، وكمان الجوينتس وعندي اللي هي المفاصل والليجمنت اللي هي بنسميها الاربطه والتندونز اللي هي الاوتار، وان شاء الله هنشرح كل حاجه منهم. نبدا اول حاجه بالفيرست هنتكلم فيه عن السكيلتون. السكيلتون في الهيومن في الادلت هيومن السكيلتون كونسيست اوف 206 بونز، each one has a size and shape which is suitable for its function. بمعنى ان جسم الهيومن ده عنده او الادلت هيومن عندنا 206 بونز. خلاص كل البونز دي اكيد ديفرنت في الشيب وفي السايز اكوردنج للريجن اللي هي موجوده فيه وكمان للفانكشنز اللي هي بتقوم بيها. لو انا عملت اوفر فيو سريع عن السكيلتال سيستم في الهيومن وبصيت على الادلت طبعا هنشوف ان انا عندي 206 بونز متقسمين على التو سيستمز بتوع السكيلتال اللي هو الاكسيال سكيلتون والابندكيولار سكيلتون. هلاقي ان الاكسيال 80 بونز لكن الابندكيولار 100 26 بونز. هنشوف هنا مديني الديتيلز بتاعت كل جزء فيها تتكون من قد ايه من البونز لحد نهايه الجسم خالص. دي هنشقولها او هنعمل لها كونكلوجن في الاخر بعد ما نخلص الاستراكشر. هنت صغير عايزين ناخد بالنا منه ونركز عليه ان احنا ودي بناء على الانفورميشنز الموجوده عندنا في بنك المعرفه او اليو ار كي، فانا حبيت ان انا اضيف السيشنز دي المعلومات الموجوده عندنا في بنك المعرفه عشان نقدر نحل الاسئله عليها بشكل بسيط ومسهل علشان انتوا ما تتوهوش وانتوا بتبحثوا عنها. فبيقول لي احنا did you know newborn babies have more bones than adults. ايوه البيبي المولود بيبقى عنده بونز اكتر من الهيومن اكتر من الادلت هيومن. ليه؟ ميبي هنقول ان انا الرينج بتاعها about 300 بونز خلاص، لكن هي كل ما الانسان كل ما البيبي ده بيجي يكبر بيحصل فيوز للبونز دي توجذر لحد ما توصل لل 206 بونز. يعني هي بتقل لان البونز دي بتفضل تلتحم مع بعض وتبقى بتشكل از وان بون. بعض البونز بيحصل لها فيوجن مع بعضيها وتبقى بدل ما كانت عظمتين ثلاثه بتبقى عظمه واحده وبالتالي العدد بيقل.
عشان كده الانسان لما بيكبر في السن ويوصل مرحله البلوغ ففي اللي بقى ادلت، هنلاقي ان العظام بتاعته بقى التونز عنده بقت قلت عن مكان مولود. يعني هو مولود حوالي زي ما قلنا كده 300. احنا مش مطلوب مننا نعرف قوي النمبرز اكزاكتلي، بس انا المفروض نعرف ان هي في البيبي هي مور ذان في الادلت، يعني هي اكتر من 262. اوكي ليتس جو ذا فانكشنز اوف تو. تعالوا نتكلم عن الفانكشنز بتاعت التونز اللي بتتكون للسكيلتون. دي برضو من ضمن الحاجات اللي شفنا عليها اسئله نزلت او اثيرت في الفتره اللي فاتت، وخاصه على بنك المعرفه، فهي انفورميشنز حلوه ان احنا لازم نبقى عارفينها او واخدين بالنا. هل التونز بتعمل بس السبورت لجسمنا؟ لا، الحقيقه التونز دي انا مش بتكلم على السكيلتون هنا، احنا لازم نفرق ان انا بتكلم على السكيلتون، فانا بقول هو سبورت وبروتكشن وكل الحاجات اللي احنا السكيلتون سيستم كله على بعض، لكن بتكلم على التونز اللي بتكون السكيلتون، العظمه دي هل بس ليها الفانكشن بتاعتها هي سبورت؟ الحقيقه لا، هي الفانكشنز بتاعتها مور ذان. انا تقريبا لو حاولت الخص الفانكشنز بتاعتها هلاقي ان انا عندي 5 فانكشنز. ايه هم تقريبا؟ بيعمل سبورت، ودي شيء اساسي احنا عارفينه. البونز دي مع الانترنال فريم ورك ذا سبورت بودي، احنا فاهمين البونز دي هي بتعمل السبورت. اوكي، كمان هي بتعمل بروتكشن، برضه احنا عارفين دي هي بتعمل سوفت بودي اورجنز الموجوده انسايد او الانترنال اورجنز الموجوده في البادي من جوه احنا عارفين، وبتعمل موفمنت. الثري الفانكشنز دول احنا تقريبا فاهمينهم ان هي بتساعد السكيلتال الماسلز دي في مع الماسلز علشان تستخدم في عمليه الحركه. اوكي، كمان بقى الجديد عندنا ان احنا هنضيف على الثري فانكشنز اللي احنا بدانا وعرفناهم تو فانكشنز كمان. ايه هما؟ ان هي بتعمل ستورج، هي بتعمل تخزين. تخزين لايه؟ هي بتخزن فيها الحاجات المينرالز المهمه بالنسبه للجسم، زي مين؟ زي الكالسيوم اند فوسفورس. وكمان فانكشن اخيره ومهمه قوي ان البلاد سيلز فورميشن اكورد ان ذا مارو اوف ذا سيرتين بونز، يعني في نوع او انواع معينه من البونز المارو بتاعها او المخاع بتاعها بيكون فيها البلاد سيلز اللي هي الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز وكل بليتلتس وهكذا، كل انواع السيلز بتاعت البلاد. يبقى انا لو حبيت الخص الفانكشن اوف سكيلتون سيستم او بتاعه البونز دلوقتي هقول ان السكيلتون سيستم ده سيستم بيديني جيف الشيب والسبورت، البونز بروتكت الانترنت اورجنز. اوكي، مع الماسل ميجر ماسلز بتبقى اتاشد للبونز دي، فبالتالي هو هيلب ذيم تو موف. البلاد سيلز بقى ودي مهم ان انا اعرفها، فورمت ان ذا سنتر اوف ماني بونز، انا في عظام مهمه عندي هلاقي ان المارو بتاعها بيكون فيها بيتشكل فيها البلاسترز، وانا هتمر عليه ان شاء الله لما نوصل للميوسيس. اوكي، وحاجه مهمه كمان ان الكالسيوم والفوسفورس او some minerals like الكالسيوم والفوسفورس دول اهمهم، يعني بيحصل لهم ستور، بيحصل بيتخزنوا في البون. يبقى كده هنلخص المين فانكشن عباره عن سبورت، عباره عن بروتكت، provide the movement, store minerals، وبعدين بيحصل فيها blood cells produce and bone marrow. يبقى انا كده عرفت ان البونز بتكون السكيلتال سيستم دي ليها فانكشنز مهمه غير الثلاثه اللي انا اتكلمت عنهم اللي هي support or protect or provide movement. هي كمان هنزود عليها حاجتين، store minerals as calcium and magnesium، هي بتساعد او بيحصل فيها البروتكشن والفورميشن اوف بلاد سيلز انسايد المارو بتاعت الهامبون. اوكي، لو خدنا كده سؤالين على الجزئيه اللي احنا قلناها دي. Stones that surround organs like the heart function primarily in support. البوند اللي بتسراوند الاورجنز زي الهارت هي الفانكشنز الاساسي بتاعها mainly support؟ لا طبعا، هي هنا كده الفانكشن بتاعتها انا هقول دي ايه؟ فولس. ليه؟ لو بصيت على الكويشنز اللي تحتيها بيقول لي فولس اراوند اورجنز لايك برين هارت ان اوردر تو بروتكت ذا اورجن. ايوه، هنا بقى اللي هي بتفيد، لان هنا بتعملها ايه؟ هي مش بتعملها سبورت، هي بتعملها بروتكشن، يبقى هي بتحميها لكن مش بتعملها سبورت، يبقى هنا دي باترو. اوكي، سكيلتون بروفايد سبورت اند شيب تو ذا بودي؟ يا we know that. احنا عارفين ان هو اساسي هو اللي بيتين الشيب بتاعنا والسايز بتاع الهيومن او اي اورجانيزم.
skeleton only serves as a protection for internal organ. لا احنا قلنا ان هو ليه عدة وظائف مش الفانكشنز بتاعته بس ان هو بيعمل protection. يبقى دي طالما قال لي only يبقى هنا بقت false. اوكي let's go. types of mucus. انا عارفه ان الجزء ده مش موجود عندنا في الكتاب لكن هو موجود على بنك المعرفه، عشان كده انا جبت لكم كل المعلومات الموجوده عنها بشكل بسيط بحيث انها تبقى سهله علينا. هل الكونز دي انواع؟ هي انواع كتير، احنا هنلخصها باسهل حاجه وابسط حاجه. انا عندي لونج بون، عندي عظام طويله زي العظام بتاعت الهيومرس بتاعت الارم زي ما هنتكلم عنها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي لونج، دي عظام طويلة. عندي flat bone like sternum. sternum اللي موجودة طبعا في thoracic cage زي ما هنتكلم عنها كمان شوية، فدي من ال flat bones. كمان عندي هنا نوع تاني، عندي irregular bone. irregular bone يعني غير منتظمة الشكل، يعني زي مين؟ زي vertebrae أو الفقرات اللي بتكون vertebral column. اوكي عندي ايه تاني؟ عندي short bone. يبقى انا لو لخصتهم بشكل سريع كده انا ممكن اقول ان انا عندي long bone, short bone, flat bone, irregular bone. اوكي يبقى انا كده دي اشكال البونز بشكل سريع. يبقى انا هنعمل لهم زي classification سريع خلاص للمين تايب فيهم. الاهم حاجه عندي لونج بون زي الشات زي الهيومرس زي الساي. اوكي عندي شورت بون، شورت بون احنا قلنا اللي هي بتبقى زي العظام الموجوده في التارسلز والحاجات دي الصغيره، وكمان عندي فلات بون زي الموجوده كمان في السكال والاسترنا، وعندي الريجولار بونز زي اللي موجوده قلنا في الفيرتبري. اوكي تعالى كده نتكلم على جزئيه صغيره برضو قبل ما ابدا في بقيه الشرح. في بعض الاسئله نزلت برضو على بنك المعرفه بيقول لي الاناتوميكال بوزيشن. يعني ايه اناتوميكال بوزيشن؟ كلمه اناتومي ذاتس مين التشريح، يعني الوضع التشريحي بتاع الجسم. يعني انا دلوقتي لما اجي اشوف او اوصف جسم الهيومن ده اجي اوصفه ازاي، فبقول ان انا بوصفه بشكل في وضعه التشريحي. الوضع التشريحي بتاعه ايه؟ هو الوضع التشريحي ما ينفعش ان هو يبقى وضعه تشريحي هو نايم على بطنه مثلا او نايم على جنبه، لا هو بيبقى ليه وضع معين. ده مفهوم الوضع ده بسميه الاناتوميكال بوزيشن، اللي هو الشكل الواضح اللي قدامي، الصوره الواضحه دي ان الهيومن ده يكون ستاندنج أو يا إما بي أنا مثلا بشرحه وهو نايم. أوكي يبقى هو واقف، الفيت توجذر الرجلين جنب بعض، الأرمز ات سايد الذراعين بيبقوا على الجانبين، الهيد أند أيز فورورد يعني العينين والراس بتبقى إلى الأمام، البالم فيسنج فورورد يعني اليدين دول الراحتين بتوع اليد بيبقوا باصين لقدام زي ما هم عاملين هنا وهنا زي ما احنا شايفين التو مان دول. سوري التو مان اليوزد وان بالشكل ده انا بستخدمها او البامز الوضع ده انا بتكلم عنه لما بيكون بتكلم على حاجه اسمها الاناتوميكال بوزيشن. يبقى البادي يكون اريكت يعني قائم، الفيت سلايتلي ابارت يعني يكون الى حد ما شويه جنب بعض بس مش بعاد عن بعض قوي، هنكون البالم فيسنج فورورد اليدين بتبقى باصه لقدام، الثامبس ودي اهم حاجه زي شايفين التو ثامبس هنا وهنا تبقى بوينت اواي فروم ذا بادي يعني ايديه تبقى الثامب بتاعتها على بره مش على جوه. هنا بقى لما يجي يسالك في سؤال زي الاسئله اللي هي وضحت عندنا او ذكرت في بنك المعرفه في الوضع التشريحي، الصمت مثلا بيبقى ازاي او الكاربلز ازاي او وات ايفر اللي هيتكلم عنها، يبقى انا فهمت يعني ايه اناتوميكال بوزيشن. يبقى انا بتخيل شكل الانسان ده بيبقى عامل ازاي في الوضع ده، يبقى اقدر اجاوب السؤال بكل سهوله. خلاص انا كده مجرد فهم الموضوع، انا ما احنا مش بنزود حاجه هنحفظها، احنا مجرد بنفهم شويه معلومات بسيطه وسهله قوي هتوضح الرؤيه عندنا. طيب تعالوا بقى ندخل في المين structures عندنا، الستراكشر اوف سكيلتون في المان. المان او الهيومن دلوقتي احنا بنقسم السكيلتون بتاعه لاكسيال سكيلتون اند ابندكيولار سكيلتون. That mean what's that mean؟ اكسيال سكيلتون اللي هو السكيلتون اللي بيكون من الحاجات الاساسيه اللي فيه، الحاجات اللي في الاكس بتاعنا، المحور الاساسي في الهيومن اللي هو مين بقى؟ الحاجات الاساسيه اللي عندي اللي هي بالريد كولر دي، اللي هو بيكون من
السكال زي احنا شايفين، وعندي هنا الفيرتيبرال كولوم والسوراتيك جيش. يبقى الاكسيال سكيلتون كونسيست اوف سكال، فيرتيبرال كولوم، سوراتيك جيش. يبقى هما دول ده السكيلتون ده او السكيلتون اللي هو الاكسيال سكيلتون. الابنديكولار سكيلتون مينينج الحاجه الاتاشد للاكسس، يعني الاكسس ده يعني الحاجه الملحقه بيه، الحاجه اللي ماسكه فيه. ايه بقى اللي عندي هنا؟ عندي حاجه اسمها بيكتورال جيردل اند اوبر لمبس، بيلفيك جيردلز اند لور لمبس. بمعنى ايه؟ بيكتورال جيردل اولا لازم افهم، احنا معظم الكلمات عندنا طبعا لاتن، اوكي؟ لما بقول هنا بيكتورال، كلمه بيكتورال مينينج الحزام بالعربي كده. لما بقول بيكتورال جيردل يعني حزام صدري من فوق، خلاص بيمسك الجزء اللي فوق ده. احنا بنقول دلوقتي ان انا عندي upper limbs، upper limbs lower limbs. upper limbs اللي هما الدراعين اللي فوق، وبعد كده طبعا مكوناتهم كلها اللي احنا هنتكلم عنها، وعندي lower limbs. دول ازاي يبقوا attached او ماسكين في الاكس، ماسكين في الاكس axial skeleton؟ لازم يكون في حزام بيمسكهم في بعض، يعني بيربطهم مع بعضهم. فعشان كده الحزام ده سميناه اللي بيمسك الاجزاء او الاطراف العلويه اللي هي الابر لامبس بالاكسس بتاعنا او الاكسيال سكيلتون، بنسميها البيكتورال جيردل، يعني الحزام الصدري اللي من فوق ماسك منطقه الصدر. وعندي اللور لامبس اللي تحت، اللور لامبس دي كمان هي محتاجه ان هي يكون لها حزام اكسيال سكيلتون سكول. سوري احنا هنشوف ده طبعا الفيديو ده، بس انا مش هلجأ له دلوقتي لحد ما نخلص. خلاص يبقى احنا عندنا دلوقتي هنا البيكتورال جيردل فوق ماسك الابر لامبس. طب تحت بقى اللور لامبس، اللور لامبس ممسوكه بجيردل تاني بنسميه بلفيك جيردل. يبقى البلفيك جيردل او الحزام الحوضي اللي في منطقه الحوض، منطقه البلفيك دي هي المفروض انها ممسوكه بحزام، حزام ده زي ما احنا شايفينه كده اللي هو ماسك اللور لامبس، ودي هنتكلم طبعا عنها بالديتيلز. يبقى عندي الابنديكولار سكيلتون كونسيست اوف الابر بارتس ده او الابر لامبس دي بالبيكتورال جيردل بتاعها، وبعد كده اللور لامبس من تحت بالبلفيك جيردل بتاعها. اوكي تعالوا بقى نمسك اول حاجه فيرست الاكسيال سكيلتون. احنا قلنا الاكسيال سكيلتون كونسيست اوف السكال، فيرتيبرال كولم اند الثوراسيك كيج. تعالوا نمسك اول حاجه السكال. سكال زي ما انت شايفها كده، زي ما كلنا شايفينها like a poem, like case, like box. انا دلوقتي pony case or pony box، انا عندي علبة عظمية كده زي ما احنا شايفينها تقريبا. العلبة دي او البوكس ده او الكيس دي consist of، consist of ايه بقى؟ لو انا بصيت لها كده العلبة دي هلاقي ان هي في جزء posteriorly، جزء خلفي، وجزء anteriorly، جزء امامي. By the way كنت عايزه اكد ان احنا كلمه anterior posterior طبعا كل الكلمات دي لاتن، فانا لما بقول حاجه anterior ذات مين ان هي اماميه، posterior زي الجزء اللي هو الامامي اللي هو فيه الجزء بتاع الفيشل بتاعنا او الجزء الفيس، posterior اللي هو البارت الخلفي اللي هو ده، والخلفي ده تقريبا هو ده اصلا اللي بيبقى فيه او عامل protection للبرين، فعشان كده هنسميه دلوقتي الاسم متعلق بالبرين هنتكلم عنه. طيب يبقى انا عندي حاجه اسمها anterior امامي، posterior خلفي، وان شاء الله هنبقى نقول كمان المعاني الثانيه الجانبيه يعني ايه وهكذا، بس عشان ما نتلخبطش دلوقتي. يبقى انا بيقول لي لو بصيتي للجزء posterior part، اللي بصي كده بنسميه cerebral part. cerebral part لان ده جزء من اجزاء البرين اللي هو بيبقى في المنطقه دي بالاسم ده، فعشان هو او الجزء المخي زي ما بنقول. اوكي طيب ليه؟ لان المخ بيبقى هو عامل protection للمخين. ده بقى عباره عن ايه؟ consist of 8 serrated bones. شايفين احنا لو فكيناهم كده هم عباره عن 8 عظام، العظام دي اصلا ماسكه ببعضها متحمه مع بعض joints. احنا زي ما اتكلمنا قبل كده او زي ما هنتكلم، اي التقاء او المكان بتاع التقاء two bones هيبقى عندي هنا joints. اوكي هي ماسكه مع بعض وعامله، بيقول لي ان هي bones دي attached firmly to each other. دول serrated bone. يعني ايه serrated bone؟ يعني العظام دي تلاقيها مسننه، عامله حروف حدود، الحدود بتاعتها مش مستويه، مش ستريت، لا هي بالعكس هي واخده الشكل اللي هو الزجزاج، علشان يدخلوا فيرملي في بعض، علشان يلتحموا مع بعض التحام شديد. وبالشكل ده لما بيلتحموا بيدوني كانهم وان بون، يبقى كافيتي كده على بعضه. يبقى هما firmly attached to each other to form a cavity that includes the brain، جوه البرين to protect them.
ربنا سبحانه وتعالى خالق الجهاز ده او السيستم ده بيعمل بروتكشن لاذر سيستمز واذر اورجانز. يبقى انا عندي دلوقتي جوه السكال بتحمي او السكال دي المين فانكشنز بتاعها هي البروتكشن للبرين خلاص. يبقى السكيلتون ده بيعمل بروتكشن لجسمي وللاورجانز اللي فيه. طيب انا قلت دلوقتي من ورا الجزء ده الخلفي او الجزء اللي احنا سميه posterior part او cerebral part consists of 8 pons or 8 serrated pons. والايت serrated pons دول قلنا مش سايبين كده لا, هم اولا بيكونوا serrated يعني مسننين, دول مش واخدين شكل straight, وبعد كده firmly to each other attached firmly وهم متصلين ببعض بشده خلاص وماسكين بعض قوي علشان يعملوا كانهم علبه مقفوله على بعضها. الجزء الثاني بقى الـ anterior part facial parts يعني الجزء الامامي اللي انا شايفه دلوقتي اللي هو الوجه بتاعنا ده, ده facial part او الجزء الوجهي ده بيكون فيه ايه؟ حلاقي face bone عظام الوجه و positions of sense organs. لو بصيت كده هتلاقي اماكن sense organs زي الـ eyes والـ nose وهكذا اوكي والـ ears طبعا على الجانبين. وكمان عندي التوجو التوجو هنا اللي هم الابر جو واللور جو. قبل ما نغير الصوره دي لو بصينا كده انا لو قلبت السكال من تحت بصيت لها في صوره من تحت كده من الخلف هلاقي ان السكال دي عندها حته مو حاجه مهمه قوي. تعالوا كده نبص هنا شايفين شكل اولا دي بتوضح ان الجو هو اتاشد لي ماسك ازاي في السكال. انا لو اتكلمت عن السكال كونسيست اوف 22 بونز هم عباره عن 22 عظمه. 22 عظمه دي الملحق بيهم او بيشارك في تكوين السكال كمان يعني 22 عظمه دول هم فيرملي اتاشد مع بعض, هم ماسكين كلهم في بعض مكونين كانهم بوكس على بعضه. لكن في عظام ثانيه داخله معاها مشاركه في التكوين ده او مشاركه في العظم ده. البونز بتاعه الموجوده طبعا الثري بونز اللي في كل ايرز الثلاثه اللي هنا والثلاثه اللي هنا وكمان اللور جو ده لان هو منفصل عن الجزء اللي هو الجزء الكامل اللي على بعضه بتاع السكال. هنبص للسكال من تحت زي ما احنا شايفين هنلاقي ان هي عندها هول كبير كده, عندها هنا في ثقب كبير بنسميه فورامن ماجنوم. فورامن ماجنوم ده شايفين نازل من هنا من عندي ده السباينال كورد. طبعا احنا درسنا السنه اللي فاتت ان انا عندي عندنا بيتكون في النيرف سيستم عندي البرين دي اساسي وعندي البرين نازل منه السباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي اللي هو عصب مهم العصب الاساسي في الجسم. اوكي مجموعه الاعصاب اللي بتخرج منه. السباينال كورد نازل من البرين ازاي؟ اذا كانت البرين نفسها محميه من جوه السكال. طب ينزل منها او يمر من خلالها السباينال كورد ازاي؟ يبقى لازم كان يكون في ليه مخرج موجود في الجزء السفلي من الجمجمه. وفعلا هنلاقي هنا السكال عندها من تحت كده الشكل ده ادي البرين ونازل منه السباينال كورد شايفين. المفروض ان انا عندي الهول ده اللي احنا بنسميه فورامن ماجنوم وينز سباينال كورد بيكون بيعمل ايه؟ السباينال كورد ده بيمر من خلاله عشان يمر في الفيرتيبرال كولن. اوكي في جزء برضو عايزين نزوده كده صغير قوي بيقول لي ان البيز اوف سكال كولد اوكسيبيتال بون القاعده الحته الجزء ده اللي هو طالع منه او اللي فيه الثقب بتاع الفورامن ماجنوم الجزء ده اسمه الاوكسيبيتال بون. الاوكسيبيتال بون دي فورمز كومبلكس جوينت ويز ذا فيرست فيرتيبري. انا ليه بقول المعلومه دي بالرغم انها مش موجوده عندنا في الكتاب, انا بقول بس علشان هي موجوده في بنك المعرفه فحبينا نضيفها. احنا عارفين ان البيز بتاعه السكال عندي فيها الفورامن ماجنوم الجزء ده بقى طيب الفورامن ماجنوم او جزء من السكال دي القاعده بتاعتها البيز اللي هي بتتسند بيها على الفيرتيبرال كولم. طب هي لما هتتسند على الفيرتيبرال كولم معناها اول حاجه هتستند عليها ايه؟ اللي هي الفقرات اللي بعديها على طول. بيقول لي طالما بون مع بون يبقى فيه جوينتس هنا خلاص. فبيقول لي هنا هي عامله كومبلكس جوينت وذ ذا فيرست فيرتيبري اوف ذا نيك يعني هي هتعمل لي هنا كده جوينت
permitting rotation عشان تسمح لي بالروتيشن اند بيندنج اوف ذا هيد. يبقى دي العظمه دي اللي هي بنسميها اوكسيبتال بون اللي هي فيها الفورامين ماجنم، هي العظمه اللي بتبقى اتاجد على طول مباشره او جزء من السكال بيبقى اتاجد بيه او بيبقى فوق مباشر مع اول فيرتبري في الفيرتبرال كولم، وهي اللي بتسمح بيبقوا عاملين مع بعض جوينتس بحيث انها تسمح بحركه الراس عشان الراس تقدر تعمل الروتيشن. اوكي احنا كده خلصنا اول جزء في الاكسيال سكيلتون عندنا اللي هي السكال. نمسك تاني الجزء الثاني عندي اللي هو مين الفيرتبرال كولم. الفيرتبرال كولم زي ما احنا شايفينه كده طبعا هنشوف زي ما لسه قايلين ان انا السكال هي بتبقى المفروض ان هي مسنود عليه خلاص في الجزء ده مسنوده على اول فقرات فيه. تعالوا نتكلم عن الفيرتبرال كولم. الفيرتبرال كولم ده يعتبر الاكسس بتاع السكيليتون، ده اصلا المحور الاساسي، ده الاكس بتاعنا المحور الاساسي اللي بعد كده ارتكزت عليه السكال وبعد كده اتجد لي الثوراسيك كيج وبعدين بقى الابندكولار سكيليتون بالمكونات بتاعته كلها. يبقى الحاجه الاساسيه والمحور الاساسي في الهيومن بودي او في اي الماميليان او في اي فيرتبري اي كائنات فقاريه او اي حيوانات فقاريه عندي الاكسس بتاعهم اللي هو الفيرتبرال كولم. الفيرتبرال كولم في الهيومن الابر بارت بتاعه زي ما احنا شايفين بيبقى اتاش تو السكال اهو الجزء الامامي او الجزء العلوي سوري فوق ماسك فيه السكال. As the thoracic region في منطقة هنا منطقة الثوراسيك أو منطقة الصدر عندي هتبقى attached للثوراسيك كيج. The two upper limbs by shoulder bones pectoral girdle دلوقتي هنتكلم عنها ان انا عندي ان كمان الثوراسيك كيج ده بيمسك فيه اللمبس اللي هي هتمسك فيه بالبكتورال جيردل يعني كله ماسك في بعض. The lower parts are الجزء السفلي من الفيرتبرال كولوم هيكون ماسك في منطقه البلفيك او بلفيك جيردل كلها منطقه الابر لمبس ماسكه اللور لمب سوري ماسكه في البلفيك جيردل اللي هو اصلا ماسك في الاكسس بتاعنا اللي هو الفيرتبرال كولوم. طب نتكلم عن الفيرتبرال كولم كونسيست اوف بيكون عندي بي كونسيست اوف 33 فيرتبري ذات ار ديفايدد انتو 5 جروبس زي ما احنا نشوف كده عندي 33 فقره متقسمين ل 5 جروبس وهنتكلم عنهم. ال 5 جروبس دي ليه احنا ليه مقسمينهم كده او ليه اللي اتقسمت بالشكل ده؟ لان هم ديفر في الشيب اكوردنج تو ذير ريجن هم مختلفين على حسب الشكل بتاعهم على حسب المكان اللي هم المنطقه اللي بيكونوا. طب هنا نوت انا عايزاكم كده ما فكرنا كده واحنا بنبص على الفيرتبرال كولم هو ليه كيرف عنده كيرف جاي لي هنا بعد كده كيرف كده وبعد كده كده هو ليه كيرف مش ستريت. هنا ده جه سؤال وذكر فعلا why is the vertebral column curved and not straight؟ ليه الفيرتبرال كولم بتاعي كيرف واخد شكل الكيرفز ده لكن هو مش خط على بعضه ستريت كده؟ بنقول الفيرتبرال كولم از كيرف واخد الاس شيب دي تو مينتين ذا بالانس اوف ذا بودي ده بيحافظ على البالانس بتاع الجسم وبيحافظ ان الجسم يبقى في الاريكت بوزيشن يعني في الوضع القائم ده. ذا كيرف كمان الكيرف ده بيعمل بيساعد في عمليه الابزورب بريشر اند شوك وايل ووكينج running and the protect the column from peaking. وانا بجري واحنا بنلعب واحنا بنجري واحنا بنمشي عمليه ان هو مش ستريت واحنا طبعا بنتعرض لصدمات وخبطات وهكذا لو كان ستريت كانت حصل بقى في كسور بسهوله او يتكسر اسهل لكن هو كون ان هو واخد الكيرف وكذا كيرف عكس بعض زي ما هنشوف دلوقتي يبقى الشكل ده هو عامل له البروتكشن او مديله السترونج بتاعته فمخليه يقدر يعمل ابزورب للبريشر والشوكس وهو ماشي وهو بيتحرك وهو بيجري وهكذا يبقى هو بيعمل له بروتكت من البريكنج. يبقى الاس شيد او الفيرتبرال كولم عامل شكل او الكيرفت ده دي حاجه مهمه جدا وانا عرفت ليه. طب الفيرتبرال كولم وين فيوت فروم ذا سايد لما تيجي تبص له كده من الجانبين هنلاقي ان انا واخد شكل كام كيرف. انا لو بصينا كده هنلاقي ان انا عندي اربعه كيرف
خلاص شايفينها حتى كانت الصوره الواضحه فوق هنا عندي كيرف طالع لقدام الناحيه دي وبعدين كيرف عكسه وبعدين كيرف يبقى في واخد في عندي في فور ريجونز كده عندي فور كيرفز. الفور كيرفز دي هنلاقي المنطقه اللي فوق اللي هي السيرفيكال اللي احنا هنتكلم عنها، المنطقه اللي تحت اللي هي اللامبر دول بنلاقيهم بلاك اوت يعني طالعين لبره كده خلاص او ظاهرين عاملين بروز ده، لكن منطقه الثوراسيك ومنطقه اللي هي السيكريت هنلاقيهم دول كيرف ان، يعني هنا الكيرف طالع لبره كيرف اوت وهنا الكيرف اللي في المنطقه دي ودي الكيرف ان. ادي اهي هنا دلوقتي هنقول دي كده ده كيرف اوت في منطقه السيرفيكال ومنطقه اللامبر كيرف اوت، منطقه الثوراسيك ومنطقه الكوكسيج الساكرال هنلاقيها الكوكسيجيال هنلاقيها منطقه كيرف ان. يبقى هو ليه اربع مناطق في الكيرفيشن وعرفنا ليه هو عامل كيرف. اوكي تعالوا نتكلم بقى على the function of the vertebral column. الفيرتيبرال كولم احنا لسه قايلين ان هو act as the main support of the body. Protect the spinal cord دي حاجة مهمة جدا، هو مش بس بيعمل لي دلوقتي بيحافظ على الشيب بتاعي أو بيعمل support للبادي، ده هو كمان بيعمل protect للسبينال كورد. السبينال كورد لما امتد من البرين ونزل من الفورامين ماجنم المفروض إن هو ده برضه يحاط بحاجة تكون تعمل له protection، فهو في داخل الإيه؟ في داخل الفقر أو في داخل الثقوب الموجودة أو الأخرام الموجودة دي اللي إحنا هنتكلم عنها في الفيرتبري. كل الفيرتبري فوق بعض فوقيهم فيهم هذا الثقب اللي هو مكون لي كانت كده ماشي فيها الفيرتبري كولم، يبقى هو سوري ماشي فيها السباينال كورد، يبقى هو كده بيعمل بروتكت للسباينال كورد. Helps in movement of the head and upper part body of parts. وكمان هو بيساعد اكيد في عمليه الحركه سواء بتاعت الجسم بتاعي طبعا الهيد، لان الهيد اصلا لازقه فيه او هي المفروض ان هي مدعمه عليه او سانده عليه، وبعد كده اجزاء الجسم كلها. طب لما تعالوا نتكلم على الفيرتبرال كولم اللي احنا قلنا ان هو بيكون من 33 فيرتبراي دول ديفايدد انتو 5 ريجونز، ايه هم الريجونز اللي عندي او ايه المناطق اللي متقسمه عندي؟ عندنا 5 ريجونز دول هنسميهم المنطقه اللي فوق دي خالص، احنا نحفظ الاسامي ونحفظ الارقام، يعني انا عندي ارقام مثلا 7 12 5 5 4 انا لو حفظتهم ارقام بالترتيب كده وبعدين هحفظ ايه الاسامي بتاعتي. سيرفيكال فيرتيبري سيرفيكال ذات مين ان هي الاول فقرات خالص اللي هي في منطقه العنق النك من فوق، دول عباره عن 7 سيرفيكال فيرتيبري يعني فروم 1 ال 27 بنسميها بناخد اول لتر فيها بنسميها C1 C2 C3 وهكذا لحد C7. يبقى اول حاجه عندي cervical vertebrae ان هم الفقرات العنقيه اللي فوق دول 7 from 1 to 7. بعدين هيجي المنطقه اللي بعديهم بعد منطقه السيرفيكال هنيجي على thoracic vertebrae. Thoracic vertebrae انا كده عندي from 8 من عندي من رقم 8 لرقم 19. اوكي ان هم 12 فيرتبري عندي 12 فقره موجودين بيكونوا لي منطقه المنطقه اللي هي الثوراسيك او المنطقه بتاعت الثوراسيك كيج دي خلاص، فهنلاقيها هنا عندي ثوراسيك 12 فقره. طيب بعد الرقم 19 او 19 هيجي عندي المنطقه اللي بعديها اللي هي اللامبر فيرتبري ودول 5 بيبداوا من نمبر 20 لنمبر 24، بعدين sacral vertebrae من 5 vertebrae برضه ودول من 25 ل 29، وبعدين كده عندي coccygeal vertebrae اللي هي 4 ودول اقل واصغر حجم زي ما احنا هنتكلم عنهم، ودي من 30 ل 33. يبقى انا عندي كده cervical, thoracic, lumbar, sacral, coccygeal هما دول الفيرتبرال كولم بتاعي. نمسك جزء فيهم. اول حاجه عندي دي cervical vertebrae. cervical vertebrae اللي هي الفيرتبري الامامي اللي تحت على طول السكال، اللي السكال اصلا هي supported عليها او معتمد عليها واقف عليها خلاص. هنا بنلاقيهم هم 7 زي في شايفين الشكل بتاعهم، احنا شويه كده هنلاحظ ان هم بيبداوا من C1 ل C7 حجمه قلنا 7 in number moderate in size حجمهم متوسط. articulating vertebrae يعني ايه كلمه articulating؟ انا
حاطه كده يعني هنت صغير بيفهمني ان حاجه بتعمل articulation، يعني ذات مين ان هي بتعمل بتفورم جوينت، يعني ذات مين ان هي تقدر في بينها وبين اللي تحتيها تقدر تعمل بندنج، تقدر تتحرك في موفمنت ليميتد حتى لو كان ليميتد موفمنت، فهي عامله جوينت. يبقى articulating هي مفصله عامله مفصل في المنطقه دي، يبقى دي كل الفقرات اللي بالشكل دي بسميها articulating. الarticulating دول اللي هم الثري ريجونز الابر ثري ريجونز عندي. يبقى cervical دول moderate in size و 7 in number articulating vertebrae. اوكي في هنت صغير برضو او important note كده عايزين نتكلم عنها. ال first two cervical vertebrae ودي علشان هي موجودة في بنك المعرفة. اول فقرتين في الفقرات بتاعت cervical هما مختلفين عن باقي الفقرات كلها، شكلهم مختلف. اول فقرة احنا هنحفظ بس اسمهم او هنتعرف عليهم. اول واحدة بنسميها atlas. Atlas and axis. Atlas and axis دول the first two cervical vertebrae. Normally the atlas and the axis differ from the other vertebrae. ودي معلومة موجودة على بنك المعرفة وأنا جبتها لكم عشان كده. يبقى أنا عندي عادة الأطلس والأكسس مختلفين عن بقية الفيرتبري. أوكي؟ الأطلس كمان مختلفة عنهم كلهم. ليه بقى؟ لأن هي لما اجي ابص عليها اباف كده هلوك لايك رينج بون، هي عامله زي لو بصينا على الاطلس هنا بصوا شكلها عامل ازاي، هي عامله كانها حلقه من العظم او حلقه عظميه كده رينج بونز. رينج بونز دي ليكس هي ما عندهاش الجزء بتاع اللي احنا بنسميه جسم الفقره او البادي بتاع الفيرتبري ده مش عندها، ما عندهاش كمان البروسيس اللي احنا بنسميه سباين خلاص ده ما مش عندها، فهي شكلها مختلف الى حد ما. لكن هي مع الثانيه اللي هي اللي تحتيها الفقره اللي تحتيها الاكسس، الاكسس دي سبورت اللي سبورت ذا هيد. ليه؟ لان الاكسس دي عندها حاجه مميزه قوي مش موجوده في اي فقره ثانيه، عندها البروتروجن ده او الكروز اللي طالع لبره ده اللي احنا بنسمي بيتسمى هنا بيتسمى الدنس. الدنس ده المفروض ان هو بيركب فوق الفقره دي او الفقر اللي هي الاطلس بتركب فوق الاكسس وبتسمح بالعمليه الحركه بتاعه ان هي بتلف اللفه اللي احنا شايفينها عشان الهيد كان روتيت تعمل الروتيشن بتاعها اللي تتحرك فروم سايد تو سايد بالشكل ده. الدنس ده اللي هو البروتروجن ده اللي خارج من الفقره الثانيه اللي هي الاكسس ده بيكون حاجه اسمها بيفيد جوينتس، ودي هنتكلم عنها في جوينتس ان شاء الله. يبقى بس هنا كنا عايزين نقول ان هم الاكس الاطلس والاكسس الفيرست تو فيرتبري في السيرفيكال فيرتبري او موجودين اصلا اول اثنين في الفيرتبرال كولم ديفرز، هم دول مختلفين عن بقيه الفيرتبرال كولم كله خلاص، واحنا قلنا ايه الاختلاف بتاعهم. طيب كده خلصنا منطقه السيرفيكال، فاحنا بعديها هندخل في الثراتيك فيرتبري. Thoracic vertebrae دي معنى احنا قلنا ان هم 12 in number، هم ال 12 فقره الموجودين في منطقه الثوراتيك. دول larger than cervical، هم كبار اكبر من السيرفيكال لكن مش اكبر حاجه، عشان كده احنا بنقول larger than السيرفيكال. وكمان articulating vertebrae زيهم زي الفوق، يعني بيعملوا برضه form joints. اوكي يبقى 12 ال 12 thoracic vertebrae وهم 12 او 12 لان هم attached ل 12 pairs of ribs زي ما هنشوف قدام. خلاص هنا واضح ان ال 12 عندي او ال 12 موجودين ازاي، وطبعا هنا واضح ان في فراغ او space between each vertebrae، ده ما بيبقاش فيه space، ده هنا بيبقى عندي الجزء اللي احنا بنسميه interventral disc او اللي هو الكارتليج اللي احنا هنتكلم عنه قدام ان شاء الله. طيب نتكلم عن اللامبر فيرتبري الريجون الثالثه، هم دول اللامبر فيرتبري دول 5. طبعا هنا واضح ان في between each vertebrae and other في عندي هنا الجزء اللي هو differs في الكالرز ده اللي هو الكارتليج between each two vertebrae. المنطقه دي موجوده واضح جدا ان هي او اللامبر فيرتبري موجوده في الابدومن، موجوده في ابدومن ريجونز او في منطقه البطن، فهم عشان كده المفروض ان هم اقوى عظام واقوى
فقرات واكبرهم فعشان كده بنقول هم البيجست vertebrae found in the abdominal region وarticulating vertebrae برضو. شايفين شكلهم عامل ازاي؟ هم اصلا شكلهم بيبقوا اكبر حاجه في الحجم خالص، اكبر كل الفقرات، وواضح جدا فيهم التركيب بتاعهم، عشان كده احنا بناخدهم كانهم الفقره النموذجيه اللي احنا بنتكلم عنها. اوكي، هنا انا بس حبيت الشكل ده عشان اوضح ان انا عندي between each two vertebrae عندي حاجه اسمها intervertebral disc. intervertebral disc اللي هو الديسك اللي معمول من الكارتليج، اللي احنا عارفين ان انا between each two vertebrae عندي كارتليج. الكارتليج ده بسميه ايه؟ او القرص ده اللي هو بيكون الكارتليج ده between two vertebrae بنسميه intervertebral disc. intervertebral يعني اللي هو between the two vertebrae. ننزل بعد كده على region number four. region عندي number four عندي فيها sacral vertebrae أو sacrum. okay sacral دي موجودة، دي مختلفين بقى. أنا عندي كانت المنطقة اللي فوق كلها ال three regions دول اللي هم seven و twelve و five، دول كلهم كنا بنقول three regions دول cervical thoracic lumbar كلهم كانوا articulate. لكن المنطقه هنا او الريجونز دي اللي احنا فيها سيركل لا مختلفه بقى. البونز هنا او الفيرتيبري هنا عملوا ايه؟ هم برود زي ما احنا شايفينها، وكمان فلات. ليه بقى هم عملوا كده؟ لان هم فيوزد تو ا سنجل ستراكشر. هم في الحقيقه كان فقرات، الفقرات دي حصل لهم فيوزد توجذر، التحموا مع بعض، ما بقاش فيهم ارتكيوليشن خلاص، فما فيش هنا اصلا حركه، وما فيش عندي هنا في الجزئيه دي فيها جوينتس، لان هم كده فيوزد مع بعض. فلو بصيت لهم هحس كانهم وان بون، فبقوا عباره عن ستراكشر واحده. لكن هم في الحقيقه عباره عن فايف فيرتبري اهو، هم 5 vertebrae. دول منطقة دي المنظر من الخلف ومن الأمام، عندي 5 لكن هم fused مع بعض وفلات، وهنلاقيهم برود واخدين الشكل المفلطع أو الشكل الواسع. برود وفلات fused to single، عملوا مع بعض single structure أو one cone. act as a one cone. بعد ما بنخلص الجزء السكرال او السكرال هنلاقي ان انا عندي هنا عندي بونز صغيره تحت برضو فيوزد مع بعضها، ودي اخر منطقه عندي اللي هي الكوكسيجيال فيرتبري او الكوكسكس. الكوكسكس زي ما احنا شايفين هي عباره عن فور بونز، فور سمول بونز. البونز دي سمولر بونز، اصغر البونز اللي عندنا في او اصغر الفيرتبري الموجوده في الفيرتبرال كولم كلها. اوكي، هنشوف المنطقه اللي هي من تحت دي، الجزء الصغير دول فور برضو، هم اهو 1 2 3 4. الكوكسكس او الكوكسيجيال دول فيوزد مع بعض فور ان نمبر سمولست فيرتبري، ودول فيوزد توجذر التحموا مع بعضيهم فكونوا اكت از ا وان بون برضو. عشان كده احنا احيانا لما بنيجي نعد الفيرتبري كولم از ا بونز، فاحنا بنعد ال 7 وبعدين 12 وبعدين ال 5 وبعدين دول كلهم مع بعض بنعدهم عظام، لكن باجي اعد الجزء بتاع السكرال والكوكسيجيال على انهم اكت از ا وان بون. لكن لما بنعد طبعا بنحسبهم فيرتبري، فبيتعدوا طبعا بالارقام بتاعتهم هم الفور اهو كده. يبقى احنا خلصنا الفيرتبري كولم. طيب فيرتبري كولم بيتكون من فيرتبري، يبقى احنا لازم ناخد الستراكشر بتاع الفيرتبري عشان ده مهم قوي. نتكلم في الستراكشر بتاع الفيرتبري. البوني فيرتبري هناخد واحده كده تكون ايدنتيكال، يعني افضل او النموذجيه اللي فيهم. لامبر فيرتبري مثلا زي اللي قدامنا هنشوف هي كونسيست اوف، هي بتتكون من كذا جزء من سيفر بارتس. تعال نتكلم عن البارتس اللي بتتكون فيه. اول حاجه انا عندي جزء بنسميه السنتروم. السنتروم او البادي بتاع الفقره ده او بتاع الفيرتبري. الفيرتبري دي عندي جزء عريض فيها بيكون برود بالشكل ده ثيك anterior، وبدأ أنا بسميه هنا السنتروم أو البادي أوف فيرتبرا. البادي أوف فيرتبرا اللي بشكله ده إحنا شايفينه بيكون جزء ثيك. طيب الثيك جزء ثيك ده هنلاقي إن هو متصل أو عنده حاجتين مهمين أو اتنين بروسيسز كده بنسميهم تو ترانسفيرس بروسيس، ودول متصلين أو تو بوني بروسيس دول ار اتاشد لاترالي ويز ذا سنتروم، يعني هما جايين من الجانبين. إحنا قلنا قبل كده posterior وanterior. anterior ذات مين؟ أمامي.
posterior خلفي هناخد دلوقتي اللي هنضيف عليهم كلمة lateral. laterally يعني جانبي. من الجانبين هنا في الجانبين عندي اثنين processes. ادي process A ده process A. دول بنسميهم نتوئين مستعرضين او جايين بالعرض او جايين من الجانبين يعني. خلاص دول lateral. دول بيكونوا متصلين attached بالsternum. سوري بالسنترم من الجانبين. ادي السنترم A وهو جاي من الجنب ده ومن الجنب ده. عندي اثنين. طيب السنترم اتاشد لاترالي مع التو ترانسفيرسيف بروسيس. One of them carries an articulating anterior pony process. وبعد كده هنلاقي ان كل ترانسفيرسيف بروسيس من دول ماسك فيها الانتيريور. احنا عندنا لما بنتكلم في الاستراكشر بتاع البون بتوع الفيرتبري بون فاحنا بنقول ان انا عندي هنا البادي بتاعي او الديسك ده اللي هو بنسميه سنتروم وبعد كده سنتروم بيبقى عندي على تو الجانبين بتوعه عندي في اللاترال عندي تو ترانسفيرس بروسيس وبعدين في الترانسفيرس بروسيس هنا ماسك فيها الاثنين اللي احنا بنسميهم الانتيريور بنسميهم anterior articulating process. ادي anterior articulating process وادي anterior articulating. يبقى انا عندي two anterior articulating process. هم attached مع مين؟ هم ماسكين هنا واضح اهو ماسكين في الترانسفيرس بروسيس. يبقى كده عندي السنتروم. يبقى كده عندنا هنا السنتروم والسنتروم طالب من الجانبين عنده attached للترانسفيرس بروسيس. اوكي. عندي السنتروم وطالع منه تو ترانسفيرس بروسيس وفي الترانسفيرس بروسيس ايتش ترانسفيرس بروسيس على الجانبين هلاقي ان هي اتاشد او خارج منها او متصل بيها حاجه بنسميها اللي هم بروسيس برضو يكون اصغر منهم شويه بنسميهم انتيريور ارتكيوليتنج بروسيس. اوكي يبقى انا كده السنتروم متصل بيها تو ترانسفيرس بروسيس وكل ترانسفيرس بروسيس ماسك فيهم الانتيريور اهم الاثنين الانتيريور ارتكيوليتنج بروسيس. طيب تمام السنترال ماسك فيها هنا كده حاجه رانج الرانج دي او الحلقه دي كوني رانجز بالشكل ده هنا المتصله دي فعامله لي النيورال رانج. يبقى انا عندي هنا كده حاجه بنسميها سباينال رانج او نيورال رانج ودي مع ممتده او هي اتاشد للسنترال. طيب نيورال رانج هي مكونه هتكون كانال اللي هو هيمشي فيه او هيتحرك فيه او هيمر من خلاله السباينال كورد. وبعدين النيورال رانج دي هنلاقي ان هي اتاشت ليها حاجه اللي احنا الجزء اللي هو البروسيس ده اللي احنا بنسميه نيورال سباين اللي هو الجزء اللي بيبقى خارج من الفقرات للظهر بيبقى دورسالي كده في ظهر الانسان. يبقى دي النيورال سباين. نيورال سباين هنلاقي ان متصل بالنيورال سباين عندي اثنين المفروض فيهم بنتصل بيها اثنين بروسيسز صغننين كده دول اصغر شويه دول بيبقوا من الناحيه الثانيه او من الخلف فبسميهم تو بوستيريور ارتكيوليتنج بروسيس. انا عندي هنا المتصل بيها من الخلف تو بوستيريور ارتكيوليتنج بروسيس. عايز اوضح انا مين بتمسك في مين؟ يعني انا هنا جايبينها دلوقتي الاجزاء بعد ما احنا عرفنا شكلها احنا قلنا السنتروم السنتروم عندي تو ترانسفيرس بروسيس تو انتيريور ارتكيوليتنج بروسيس تو بوستيريور ارتكيوليتنج بروسيس رينج السباينال رينجز وهنا عندي عندي النيورال سباين كل ده الاستراكشر ده احنا عرفناه. اوكي هنا واضح جدا انا فين بقى لو هما في منطقه عشان كده احنا حددنا مثلا لو انا جبت دلوقتي دي طبعا واضح جدا ان دي الثوراسيك فيرتبري طالما متصل بيها الريك او في منطقه الصدر عشان فيها عندنا هنا ضلع من الضلوع او ريك. الريب هنا بيبقى متصل بمين او بين مين ومين؟ الريب هنا بيبقى ما بين السنتروم اهو ما بين السنتروم وترانسفيرس بروسيس. يبقى دي مهمه جدا. طبعا ده مش موجود في كل انواع الفيرتبري ده موجود بس في الثوراسيك فيرتبري لكن هنقول ان الريب بيبقى مكانه فين او البوزيشن بتاعه فين بقى بالنسبه طالع منين من الفيرتبري هو طالع ما بين او هو بيبقى موجود في الجزء ده وعامل ارتكيوليتنج مع الاثنين دول مع الترانسفيرس بروسيس ومع البوني مع البوني بتاعي البوني بادي بتاعها او اللي احنا بنسميه سنتروم. طيب تمام لو انا خدتهم الاثنين فوق بعض مين بيبقى ماسك في مين؟ هما الترانسفير اللي هما الارتكيوليتنج بروسيس الانتيريور بوستيريور. لازم تعرف حاجه الانتيريور او ممكن نطلق عليهم زي ما بنقول كده انا بس مش عايزه الخبطكم ان ممكن نقول عليهم سبيريور. سبيريور يعني الاعلى.
الجزء السبيريور لو انا مسكت البوني فيرتيبري دي السبيريور ارتكيليتنج بروسيس بتاعها او الانتيريور ارتكيليتنج بروسيس بتاعها المفروض ان هو ماسك في الجزء بتاع اللي هو البوستيريور ارتكيليتنج بروسيس بتاع الفيرتيبري اللي فوقيها. يعني بمعنى اسهل علشان ما تلخبطنيش، انا عندي دلوقتي واحده انتيريور واحده بوستيريور، عندي انتيريور ارتكيليتنج بروسيس وبوستيريور ارتكيليتنج articulating process. اوكي مين ماسك في مين دلوقتي او ازاي بتمسك في الفقره اللي فوقيها، مين هيمسك فيها؟ هنعرف دلوقتي او نتحدد دلوقتي علشان ما نتلخبطش فيها بعد كده. الانتيرير articulating process بتاعت اي vertebrae بتبقى attached بالانفيرير articulating process بتاعت الفيرتبري اللي فوقيها. يعني البوستيرير بتمسك في الانتيرير بتاعت اللي تحتيها. تاني هنقول البوستيريور اللي هي من تحت تبقى موجوده تحت هتمسك في مين؟ في الفقره اللي فوق، هتمسك في الانتيريور بتاعه الفقره اللي تحتيها. يبقى الفقره لو انا قلتها بطريقه ثانيه، الفيرتيبري دي الجزء اللي هو انتيريور articulating process بتاعها بيبقى ماسك فين؟ ماسك في البوستيريور articulating process بتاعه اللي فوق. يبقى الانتيريور بتاع اللي تحت بيمسك في البوستيريور بتاعه اللي فوق. طب البوستيريور بتاع دي هيمسك في مين؟ هيمسك في الانتيريور بتاعه اللي تحتيها، وهكذا. يبقى الانتيريور بتاعه اي فيرتبري هتمسك في ايه او هتبقى اتاشد لمين؟ هتبقى اتاشد للبوستيريور بتاعه الفيرتبري اللي انهيبا الانتيريور بتاعه اي فيرتبري زي دي هتمسك في البوستيريور بتاعه اللي فوقها. طب البوستيريور بتاعه دي هتمسك في الانتيريور بتاعه اللي تحت، وهكذا. يبقى انا عرفت كل جزء ماسك في ايه علشان ده ما يلخبطنيش، عشان في اسئله واضح ان هي ذكرت او اتسالت في المنطقه دي. بعد كده هندخل في الثوراسيك كيج، واحنا بنقول هنا ان هو سلايتلي كونيكال في الشيب ده طبعا، وهو اتاشد لي السنترا طبعا. هو انا عندي زي ما احنا شايفينه شكله كده كونيكال في الشيب، عندي هو عباره عن من امامي انتيرير، عنده فلات بونز بنسميها ستيرنم بون ذات از فلات اند بوينتد ات اتس لور اند. هنلاقي البارت بتاعها هتلاقيه ان هو بيكون بوينتد وبيكون كارتيليجينس. هنلاقي ان هو عنده 12 طبعا احنا عارفين 12 pairs of ribs. 12 pairs of ribs يعني 12 زوج، معنى كده ان كل pair ماسك يعني واحد من هنا واحد من هنا ماسكين في ال 12 thoracic vertebrae من الخلف اهم. ادي عندي دلوقتي الريبس كلها وهي ماسكه في الاسترنم انتيريورلي وماسكين في الثوراسيك فيرتبري من البوستيريور، يبقى انتيريور في الاسترنم وبوستيريور في الثوراسيك فيرتبري. بس ملحوظه مهمه لازم اعرفها مهمه جدا، انا عندي الابر 10 بارتس، الابر 10 بيرز اللي فوق اللي هم العشر ازواج اللي فوق دول ماسكين في الاسترنم من الامام خلاص، ومن الخلف ماسكين عادي خالص في الثوراسيك فيرتبري. لكن عندي التو بيرز اللي هما لور بير البيرز اللي تحتين اللي هما ال11 وال12 دول بنسميهم دول اولا شورت زي ما احنا شايفينهم قصيرين، دول ما بيوصلوش ابدا للاسترنال، فعشان كده هما ممسكين بس او اتاشد لي الفيرتبري ثوراسيك فيرتبري فروم ذا بوستيريور من الخلف، لكن هما ما بيوصلوش للاسترنال من الامام، وعشان كده احنا في الحاله دي بنسميهم الفلوتنج ريبس. طيب انا هنا برضو في معلومه او جات سؤال كده النوت اتسالت عنه هنا الاول، vertebral column ribs and sternum form the trunk of the body. في اسئله كده بيقول لي منطقه الترانك فيها قد ايه من البونز. طبعا انا جت بقى وقفنا، هو ايه الترانك؟ الترانك ده اللي هو بيكون من الفيرتبرال كولوم والريبس والاسترنم، يعني المنطقه دي بتاعت الفيرتبرال كولوم بتاعنا الريبس الاسترنم الجزء ده بس هو اللي انا بسميه ايه؟ بسميه الترانك بتاع الجسم. طب الستراكشر اوف ريب، احنا عارفين الريبس دي عباره عن كيرفي بونز ذات بيند تووردز، اند بتلاقيها ان هي كيرف وهلاقيها ان هي جايه بند تووردز متجهه لاسفل شويه، هي طبعا اتاشد بوستيريوري للسنترم اوف ذا ثوراسيك فيرتبري اند ذا ترانسفيرس بروسيس وي اكسبت طبعا فلوتنج ريبس، ولكن هم الامام ال10 upper pairs هيكونوا ماسكين في الاسترنم.
sternum لكن ال two lower pairs دول ما بنسميهم ما بيكونوش طبعا attached to the sternum. في ملحوظة برضو أو في معلومة قالوها لنا تانية إن عندي حاجة اسمها false وtrue ribs. إيه هما؟ بيقول لي هنا إن الفيرست 7 sets of ribs are considered the true ribs. بسميهم الترو ريبس ليه؟ As they have the direct attachment of sternum. السبع أزواج الأولين يعني from 1 to 7 دول بيكونوا attached directly كده هم على طول من 7 للسternum. لكن الثلاثة اللي تحتيهم أو الـ 3 sets of ribs are considered false ribs. دول بسميهم false ribs ليه؟ لأن هم مش ماسكين في السternum directly. هم أصلا ماسكين مع بعض كده متحدين مع بعض كلهم في كارتليج والكارتليج دي طلع هي لحد في الاخر لكن هم الاتصال بتاعهم مش مباشر على طول بالسترنم فعلشان كده في لينك بينهم في كوستال كارتليج لينك تو ذا سترنم عشان كده بسميهم فولس ريبس وبعد كده عندي اللور او اللاست تو بيرز اوف ريبس دول اللي هم بنسميهم فلوتنج ريبس يبقى انا من هنا كده اللي احنا عارفين ان هم دونت اتاش دول دازنت اتاش للسترنم اصلا يبقى انا عندي السفن الاولانيين اصلا السفن upper pairs دول attached للسترنم directly فكده بسميهم الترو ريبس عندي الثري اللي بعديهم دول attached لكن indirect فبسميهم false ريبس وبعد كده عندي floating ريبس اللي هم doesn't attached للسترنم الموفمنت اوف ريبس احنا عارفين ان الريبس دي موف anteriorly and laterally to increase هي بتتحرك للامام وللخلف عشان تعمل increase في الفوليوم بتاع الثوراسيك كافيتي زي ما هو واضح كده طبعا during inhalation and exhalation علشان تساعد في عمليه التنفس او عمليه respiration ده الجزء بتاعنا اللي هو الاكسيال سكيلتون بس واحنا عايزين نشوف الفيديو اللي معانا في اللي هو متصل معانا او اللي احنا واضح فيه بنك المعرفه او في اسئله وفي لينك عندنا هناخده The human body is supported and held upright by means of a framework of 206 bones that together form a skeleton. انا عندي 206 bones. The skeleton has two main divisions. In division 1, the axial skeleton comprises of 80 bones in the skull, vertebral column, ribs, and the sternum. In division 2, the appendicular skeleton has 126 bones of the shoulders, pelvis, and the attached limbs. The human skull consists of the cranium or the brain box, which is formed of 8 fused skull bones. The immovable joints between the bones of the skull are called sutures. The frontal, ethmoid, sphenoid, temporals, parietals, occipital bone, form the facial bones, which are 14 in number. Thus, the skull is composed of 22 bones in all. Occipital bone of the base of the skull forms complex joints with the first vertebra of the neck, known as atlas, permitting rotation. And bending of the head. The vertebral column, ribs and sternum form the skeleton of the trunk. Vertebral column, when viewed from the side, shows four curves. A typical vertebra consists of a body, vertebral arch, and seven processes.
anterior في كمان اللي هو the first two cervical vertebrae namely the atlas and the axis differ from the other vertebrae. The atlas vertebra, when viewed from above, looks like a ring of bones and lacks the body and spinous processes. It supports the head. The axis has a body and a peg-like process called dens, which projects through the ring of the atlas. The dens form a pivot on which the atlas and the head can rotate, allowing a side-to-side rotation of the head. كده أعزائي الطلبة نبقى خلصنا السيشن النهاردة وإن شاء الله في نهاية السيشن هيوصل لكم لينك للفورمز عشان نحل عاملة فيه امتحان بسيط كده كويز بحيث إن إحنا نشوف نطبق عليه اللي إحنا خدناه النهاردة ونشوف إحنا وصلنا لإيه وإن شاء الله السيشن الجاي نكمل في الموفمنت بإذن الله وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.